أهلا بحضراتكم، وهذه التغطية الخاصة من داخل صالة تحرير تلفزيون اليوم السابع، ومخالفات البناء والتصالح على مخالفات البناء. كلام كتير، ومن أيام كنا بنشوف قانون جديد بيقر وبيوافق عليه مجلس الوزراء. طبعا مشروع قانون كان مقدم من مجلس النواب وبيقر وبيوافق عليه مجلس الوزراء للتصالح في بعض الحالات الجديدة في البناء. يعني كان هناك بعض الحالات التي لا يسمح القانون بالتصالح فيها في البناء، مخالفات البناء بالتأكيد، تم الموافقة على التصالح فيها. أسئلة كتير جدا بتشغل بال المواطنين في هذا الملف، هيجاوبنا عليها النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب. أهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك. يعني طبعا في البداية عايزين نتكلم حضرتك عن هذا القانون، إيه أهم المزايا الجديدة اللي بيطرحها؟ طيب اسمح لي بقى اوجه حضرتك التحيه في الاول والساده المشاهدين. يمكن قانون التصالح قانون كان ليعدل كثيرا من التشابكات اللي كانت موجوده على مدى الثلاث سنين منذ طبعا صدور القانون السابق. يمكن احنا شفنا البيان الخاص بمجلس الوزراء لما وافق على القانون، لكن حتى هذه اللحظه لم يحال القانون من مجلس الوزراء الى البرلمان علشان خاطر طبعا يطلع عليه بشكل كامل، واذا كان يقر او يجري عليه تعديلات ثم بعد ذلك يعني بياخد اجراءاته بقى القانونيه واللائحيه تبع لائحه مجلس النواب، ثم يرسل مره اخرى للحكومه لاعتماده واقراره وبدء العمل فيه. يمكن احنا طبعا حضرتك بتصلح لي اللي انا قلته في الاول، يعني القانون الاول لسه هيجي من مجلس الوزراء، هيجي لمجلس النواب، مش راح من مجلس النواب لمجلس الوزراء، مظبوط كده يا فندم؟ بالظبط. عشان يشوفه. مفهوم. القانون لسه ما طلعش يعني، فانا يعني هو عشان بس انا هو في بعض القوانين بتبدا من مجلس النواب، يعني بيكون المشروع طالع من مجلس النواب، فالمشروع لكن ده بيطلع من مجلس من مجلس الوزراء لمجلس النواب. مظبوط. فهو لسه حتى الان لم يصل الى مجلس النواب. انا وضحت يعني بس بحيث انك انت في مظبوط عايز تحدد براحتك يعني. طيب فجاء بقى يعني ملامح العامه لمشروع القانون، جاء ليغير المانع الى اتاحه والمحظور الى مباح. يعني كان في ثمان محاذير بيتم عليهم عدم التصالح في القانون السابق اصبحوا اتاحه، يمكن ما عدا مثلا بندين ده متعلق بالسلامه الانشائيه وايضا متعلق بالتعدي على الاراضي الواقعه فيها اثار او تابعه يعني لوزاره الاثار او التعدي على نهر النيل، وحتى دول كمان وضع عليهم ضوابط بشرط طبعا ان هم يستوفوا بعض الاجراءات وبعض الامور بحيث ان يبقى في جهه الولايه هنا اللي هي طبعا وزاره الاثار او وزاره الري هي طبعا المختصه بالموافقه او عدم الموافقه على طلب التصالح. الموضوع المهم برضو يمكن احنا عندنا حق الارتفاق، عندنا التعدي على خطوط التنظيم، عندنا الارتفاعات الخاصه بموافقه وزاره الطيران، عندنا ايضا طلبات التصالح اللي بتتطلبها فيها موافقه وزاره الدفاع. يمكن دي من ابرز طبعا مساله تغيير النشاط، دي من ابرز طبعا الامور اللي مطروحه في القانون. لكن خلينا نقول لك ان اجمالا ان يبقى في تحرك ناحيه ان يبقى في قانون جديد للتصالح، ده في حد ذاته خطوه ايجابيه، لان طبعا زي ما قلت لك على مدى ثلاث سنين تازم الوضع، طلبات كثيره بترفض. يمكن لو اديك احصائيه ان تقدم خلال الثلاث سنوات 2.8 من 10 مليون طلب، تم النظر وبات في 50,000 طلب فقط، فده يدي لك او يعكس لك مدى التازم 50 اللي كان طلب موجود عليه هذا الملف. 2 مليون و8 من 10 50,000 طلب، 50,000 فقط. ده احنا حتى مش 10 يعني مش مكملين 10% حتى. لا ده يدي لك ده يدي لك الانطباع المتعلق بتأزم الملف او الموافقه على طلبات التصالح. كان في موانع كتير طبعا. خليني اقول لك برضو ان الاتاحه او الموافقه هو مرتهن بمساله موافقه جهه الاداره او الولايه، بمعنى ان مثلا لو في تعدي على ارض زراعيه مطلوب موافقه وزاره الزراعه، لو في تعدي على املاك الري مطلوب موافقه وزاره الري، لو في مثلا منطقه مشترك فيها ارتفاعات معينه من وزاره الطيران ف يعني مطلوب برضو موافقه وزاره الطيران. يعني دي الملامح اللي جايه من مجلس الوزراء. يمكن في امور اخرى احنا برضو محتاجين نتكلم فيها، مساله الموقف من نموذج 10، الموقف من مساله الاحلال والتجديد او الارتفاعات.
هنعمل ايه في مساله المتخللات اللي هي الاراضي الزراعيه اللي واقعه داخل الاحوزه العمرانيه وما تزال ولايه وزاره الزراعه. يعني دي كلها امور محتاجه ان هي يكون فيها نظره من المجلس. محتاجين نشوف برضو نظره على مساله اللجان اللي بتباشر مساله النظر او البت في طلبات الحاصل. احنا كنا بنتكلم على مساله انه يبقى فيه شباك موحد وبنوحد الجهه اللي بيتقدم اليها المواطن علشان خاطر ييسر ونسهل عليه. يعني دي كلها برضو امور محتاجه برضو ان يبقى فيه نظره وتعديلات. عظيم. طب يا فندم لو اتكلمنا عن ابرز الحالات اللي كان ممنوع فيها البناء وهيتم الاتاحه خلال او في هذا المشروع الجديد. لا هي مش البناء، هي التصالح. التصالح يمكن طبعا ما زي ما قلت لك، ما هي الموانع الثمانيه كانت بتمنع التصالح، فبالتالي 90% من الطلبات كانت معرضه ان هي ترفض. لكن لما تحولت بقى الى اتاحه، يبقى يعني مثلا كان ممنوع التصالح في من تعدى على خط التنظيم، النهارده يعني يقبل التصالح على من تعدى على خط التنظيم بس بشرط موافقه مثلا التنميه المحليه. يبقى هو هنا قارن الموافقه بموافقه جهه الاداره وجهه الولايه. فدي امور كلها ادت اتاحه بقى. الموضوع هنا اصبح في ملعب الجهه اللي منوط بيها الموافقه او الرفض. لكن احنا بنقول لما نوحد القواعد، لما نعمل شباك واحد، لما تبقى القواعد كلها واضحه، يبقى طلب التصالح وهو بيتقدم اليه المواطن او بينظر فيه يستطيع ان هو ايه يبقى عارف اذا كان ده هيقبل او هيرفض. طيب بالنسبه لقيمه التصالح يا فندم، هل هينظر فيها؟ يعني هل هتنظروا في لان القيمه الماديه للتصالح برضو كانت واحده من المعوقات اللي بتقابل بعض المواطنين. طبعا يعني ده هينظر فيها، المقابل المادي برضو هينظر اليه، لكن برضو هيبقى في مراعاه ان بقى لنا 3 سنين، واكيد طبعا في فروق في الاسعار، اكيد في امور مختلفه. برضو مش هيبقى المواطن اللي سدد في بدايه التصالح في القانون السابق برضو هيبقى بنفس القيمه اللي بيتصالح عليها دلوقتي او بيتقدم عليها مواطن جديد دلوقتي، مش كده ولا ايه؟ طبعا هناك فرق 3 سنين. لكن خليني اقول لك برضو، هي الفكره التسهيل والتيسير في مساله قبول التصالح. فاحنا هنشوف كل ما لا يخل بقواعد الدوله وكل ما لا يضر بمصالح طبعا الدوله، يعني احنا طبعا ما عندناش مانع خالص ان احنا نوليه اهتمام، واللي برضو يسهل على المواطن وييسر له، لان هي المساله كلها انت عايز المواطن الان يشعر بامان في مسكنه، ما يبقاش حاسس بالتهديد او انه معرض بالتهديد او الطرد او الازاله في اي وقت. محتاجين برضو يبقى في نظره لمن لم يخالف، ودي برضو موضوع في منتهى الاهميه. يعني انا النهارده لما بناقش ان انا اقنن وضع شخص خالف القانون وتعدى ايا كان شكل التعدي وتم التصالح معاه، يبقى انا محتاج ايضا ان انا انظر الى المواطن الذي لم يتعدى، وده في حد ذاته برضو مهم جدا عشان خاطر يبقى في مصداقيه في التعامل ما بين كل اطياف المجتمع. بالتاكيد. طب يا فندم، يعني انباء عظيمه وكلام عظيم وحاجات هتسهل يعني على ناس كتير، منتظرين امتى هنقدر نشوف هذا القانون ونقدر امتى نشتغل بيه؟ يعني من المتوقع يعني بتأكيد. اعتقد ان القانون ده هيكون من اهم القوانين اللي هتحتاج بسرعه في انجازه بالزبط. لكن برضه في نفس الوقت ما نقدرش نقول السرعه تخل بمضمون القانون. يعني احنا بقدر المستطاع هيبقى فيه سرعه ان شاء الله، لما يحال الى اللجنه المختصه احنا ان شاء الله نكون مشاركين برضه. يعني هنحاول بقدر المستطاع، بس الاول ننتظر احالته من مجلس الوزراء، ومتوقعين ان هو يحل يعني بشكل سريع برضه. طب يا فندم، مع سؤال تاني، هل اللي مثلا اللي بني دور مثلا على ارض واخد تصالح، هل هيقدر يعلي ولا التصالح هيكون فقط على الوضع القائم؟ ده برضه احد نقاط النقاش، اللي هي مساله انك انت النهارده قدامك تصالح وتحصل على نموذج 10 ده بمثابه رخصه تكسب المكان مركز قانوني. في حديث اذا كان ده داخل الحي العمراني او خارج الحي. الو، طيب الخط اتقطع، يعني زمايلنا هيعودوا الاتصال طبعا بالنائب عمرو درويش امين سر لجنه الاداره المحليه بمجلس النواب. كلام مهم، خلوني كده احاول الخص لحضراتكم ما قيل. القانون تم الموافقه عليه من مجلس الوزراء وهيتم احالته لمجلس النواب لمناقشته. مجلس النواب بينتظر وصول القانون. القانون هيكون هدفه الاساسي هو إتاحة وتسهيل البناء في بعض
المواضع التي لم يكن يسمح فيها بالبناء أو التصالح على المباني الموجودة. طبعا قانون التصالح على البناء كان واحد من القوانين اللي بتهم حياة كتير من الناس، لأن حضراتكم طبعا عارفين إن كان يعني في فترات سابقة هناك فوضى كبيرة في البناء وفوضى كبيرة في التنظيم، وكلنا شفنا العشوائية كانت وصلت البلاد لحال عامل إزاي، فكان لابد من وقفة لهذا الأمر للسيطرة على يعني طوفان العشوائية اللي بيختال كل حاجة، التنمية بيختال أي محاولات لتطوير البلد. فجاء هذا القانون، جاء بموانع كتيرة جدا، ودلوقتي بيتم النظر فيه، بيتم تطويره، بيتم وضع بعض التسهيلات للتصالح في البناء. يعني النائب عمرو درويش كان بيقول لنا ان تقدم 2.8 مليون طلب، تم الموافقة على التصالح في 50 طلب فقط. يعني لما من 2.8 مليون يتم الموافقة على 50 ألف، فده طبعا كان رقم ضعيف جدا، ولذلك بيأتي هذا القانون الجديد للتصالح. النائب عمرو درويش رجع لنا على التليفون. طيب واضح ان لسه في مشكلة في الاتصال. انا لسه معايا، لسه اعتقد بيرن. اتفضل. ايوه يا فندم، معلش لا بس بنعتذر عن بصراحة انقطاع الاتصال لحضرتك، الشبكه. لا اكيد لا بصراحة بس فاكر المعلومة، هو اتفضل. اتقدم 2.8 مليون، تم النظر في 50 ألف، يعني حتى مش الموافقه على ما بين 50 ألف، ده مجرد ما النظر بين الرفض والقبول اصلا. أو التأجيل. مفهوم يا فندم. هنحاول بقدر المستطاع ان احنا يكون في سرعه في اقرار وانجازه. طيب يا فندم، بالنسبة للإزالات، هل هي هي يعني القانون ده هيعدل فكرة الإزالات؟ هي هينظر في بعض الأماكن اللي كان بيتعمل لها إزالة من غيره؟ لا بص حضرتك، هو طبعا الازالات متوقفه الا في حالات بتحدث تعديات فيها الان، لكن مساله النظر في الازالات ده بيبقى طبعا جهه التنفيذ هي اللي بتنظر في امر الازاله، وطبعا ده بيحتاج اجراءات كتيره، مش بس مساله انك انت النهارده يطلع اي قرار ازاله وينفذ. انا برضو بس مهم جدا نقوله للناس بقى والمشاهدين اللي هم بيستمعوا ليك، ان احنا يجب ان ننتبه جيدا مساله التعديات سواء على الاراضي الزراعيه او المخالفه في البناء في هذا التوقيت بتتم ليها اجراءات متشدده جدا. على السياق الاخر وعلى الجانب الاخر مهم جدا ان احنا برضو نقول ان المواطن في حاجه الى تحديد حيز عمراني حقيقي، محتاج انه يتحصل على حقوقه الدستور كما نص عليه الدستور في حق المواطن في مسكن امن مطمئن فيه، يراعي حقوقه الحياتيه وحقوقه يعني كحقوق الانسان. فبالتالي نحن امام تحدي ايضا ان احنا واحنا بنعمل هذا القانون وبمشاهده اجراءات عدم التعدي سواء على الاراضي الزراعيه او المخصصه بالبناء، محتاجين ايضا ان احنا نحل ملفات زي التصالح، زي الاحوزه العمرانيه، زي الشرطات البنائيه، ودي كلها امور متشابكه مع بعضها عشان نقدر نحل ايضا الازمه المتعلقه بالكثافه السكانيه المتزايده جدا في الشريط الضيق اللي احنا عايشين فيه. عظيم، طبعا ده كلام محترم وكلام سليم. يعني بنشكر حضرتك على هذه المداخله، ودايما ضيف عزيز على تلفزيون اليوم السابع، النائب عمرو درويش امين سر لجنه الاداره المحليه بمجلس النواب، ومعلومات شكرا. هامه عن قانون يعني بينتظر الملايين يا فندم. 2.8 مليون طلب مقدم حتى الان، واعتقد في المزيد بمجرد ما التسهيلات هتبقى موجوده والقانون الجديد هيصدر، اعتقد ان شاء الله هيكون في المزيد، فبالتاكيد قانون يهم الملايين. بنشكر حضرتك يا فندم. شكرا شكرا يا فندم. شكرا يا فندم على هذه المداخله، وبنشكر حضراتكم. بالتاكيد ملف مهم وملف كبير، وهنتابعه لسه مع حضراتكم، ومعلومات اكتر وتفاصيل اكتر عنه، لان زي ما قلنا ده ملف بيهم ملايين المواطنين، فبالتاكيد لسه في تفاصيل كتير، ولسه بالتاكيد كمان لما القانون هيروح مجلس النواب ويدور حوله النقاش هيبان او اكتر وهيوضح لنا اكتر. وباذن الله احنا متابعين مع حضراتكم كل تفاصيل هذا الملف على تلفزيون اليوم السابع. بنشكر حضراتكم، وتابعونا دايما على تلفزيون اليوم السابع. شكرا لكم.